يا رب إلهي خالقي محيني سبحانك، كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، فالمرجع والمآب والكل إليك عرب وعجم. فاغفر إلهي أنت الكريم، وأنت سبحانك المتفضل بالنعم. وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا رسول الله، الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة، هو النبي المصطفى والرسول المجتبى، هو رحمة الله للعالمين محمد، هو أحمد، هو طه، هو ياسين. هو القائل إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا وما طلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله وتلاوة القرآن. اخوتنا اخوة الإيمان، هيا بنا لآيات مسك الختام من سيد الكلام وذكر الملك العليم العلام ومعجزة نبينا المصطفى سيد الأنام، يتلو علينا جهر العين الآن علم الأعلام ونجم إذاعة القرآن، وصاحب الإجادة والدقة والإحكام فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، صاحب الصوت الندي الزاخر والأداء المتقن والباهر. داعين الله أن ينفعنا بتلاوته، فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إنه ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو المجيد فعال لما يريد. إن الذين
تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب يا كل نفس لما عليها بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فلينظر الإنسان
يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت وما بها يا ربنا من معان وعبر وأسرار وسبحانك ربنا أنت الملك وأنت العزيز وأنت الغفار اغفر لراحلنا الكريم ذنوبه والأوزار وشفع فيه نبينا المصطفى المختار واجعل له في الجنة مستقرا وقرار واجمعه على حوض نبينا المصطفى بصحبة الأبرار آمين آمين يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة الحضار ختمت على خير ليلتنا القرآنية بتلاوة طيبة مباركة لعلم الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي وابن قرية المعالي من القمح الشرقية باسم الأسرة الكريمة عائلات العدوي باسم الحاج سيد العدوي والأستاذ ناصر العدوي والأستاذ محمود العدوي والأستاذ حماد العدوي والأستاذ أحمد العدوي نشكر إلى كل من شرفنا بواجب العزاء. الشكر أيضا لفضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد والحاج عبد العال وكل من شرفنا بواجب العزاء وفضيلة القارئ الشيخ أشرف عبد الهادي وكل من شرفنا بواجب العزاء. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الفراشة الفندقية الكبرى التي تكملت وتزينت بإنارتها الذهبية فراشة المحروسة الأستاذ محمد رأفت بالقومية والهندسة الإذاعية محمد السيد عبد الوهاب بشت قائد الزقازيق شرقية وواجبات ضيافة الفندقية المتر ميدو الدولي ببنيوس ومصورنا الليلة وعمدة المصورين مهندس ناصر صلاح منتدى سفراء القرآن الكريم وابن شارع وادي النيل وإلى مصورنا محمد ناصر وناصر صلاح ناصر وشكر الله سعيكم جميعا
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.